السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعات قناة كوزين تيما. بما أنه لحنايا دابا في موسم فاكهة المندارين، فأنا غادي نقدم لكم اليوم كيكة بالمندارين، أكثر من رائعة، خفيفة بزاف بزاف. زعما جربتها وجات رائعة، كتذوب في الفم وكنتحداكم تصايبوهم ما تكملوهاش في الأكل هاد النهار بكثرة ما هي إسفنجي ومعلكة. فغادي ما غاديش تكتفيو بمورسو واحد، فغادي تبغيو تزيدوا منها. وأكيد أكيد غادي تعجب الأسر ديالكم من تقدموها اليوم بحول الله. وما تنساش ضغطوا زر الاشتراك إذا كانت أول مشاهدة لكم القناة، وفعلوا الجرس باش تصلوا بكل جديد إن شاء الله. وندوزو دابا على بركة الله المقادير. عندي بالنسبة للمقادير جوج حبات ديال البيض، معلقة كبيرة ديال الخل، ومعلقة كبيرة ديال الماء الدافئ، جوج خمارات ما يعادل 8 غرام ديال الحلويات. عندي جوج حبات ديال المندارين مغسولين مزيان، وكتخليهم بالقشرة ديالهم فقط، كتحيدو لهم غير العظام. وعندي وكذلك كأس ديال الشاي ديال السكر، وكذلك ديال الزيت. بالنسبة لكأس ديال الشاي هذا ناقص على كأس العنبة بربع، يعني الا كنتو غديرو ربع كأس العنبة ديرو كأس لاروب. وعندي جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق، ولكن دائما الدقيق كيبقى على حسب الخليط، خاصكم نتوما تتاكدوا من القوام ديال الكاك ديالكم. اول حاجه غادي نبدا بها وهي ندير الفران ديالي سخن. فكيف كتشوفوا كندور يا اما ندير هاد لوبسيون هادي البريشوفاج رابيد، اولا كندير الا كنت هاد لوبسيون هادي الا كنت غادي ندير جوج كيكات في فران واحد، انا غادي ندير العادي في المروحه ويشعل من الفوق لتحت. انا هاد القضيه كنوري هاد السيدات اللي قالك عندهم نفس الفرن ما عرفوش يتعاملوا معاه، فانا كنوريهم كيفاش دابا كندير ليه. كتبقاو تدوروا بهاد هذا بحال الكيرسور ديال البيسي، كدوروا به حتى كتجيبوا لدرجه الحراره، وانا غنطيبهم على 170 درجه، هي درجه الحراره اللي كنطيب عليها الكيك ملي كنخدم المروحه. وغادي نهبط لتحت وغادي ندير ليه في البري شوفاج، غندير ليه هوي باش انه يسخن ليا الفرن ديالي. صافي، وكتوركوا على ديبي باش تبداو التسخين ديالكم ديال الفرن. وندوزو دابا نوجدوا الكيك. اول حاجه كنديرها كندير في الطراب الكهربائي، غندير حبه المندارين وغنزيد عليهم السكر وحبه البيض، وغادي ندير كلشي يتطحن جيدا حتى كطحن ليا المكونات كامله مزيان. من بعد ما كتندمج ليا المكونات كلها كتطحن، داك المندارين ما كيبقاش باين في الخليط. فكنضيف الزيت وكنضيف الخل وكنضيف وكذلك ملعقه كبيره من الماء الدافئ، وكنعاود نطحن كلشي جيدا. كنخوي الخليط ديالي في اناء، وغادي نضيف عليه الدقيق وكذلك خميره الحلويات، وغادي نبقى كندمج فيهم بالتدريج حتى كندخل هذاك الدقيق ديالي كامل في الخليط. يعني كيف كتشوفوا المساله سهله، كيكه كتجي زعما صراحه سريعه في التحضير وكذلك لذيذه بزاف. كنكمل كميه الدقيق ديالي كلها وندخلها في الخليط، ودائما الدقيق كيبقى، واخا انا قلت لكم جوج كيسان ديال العنبه، يعني هادشي اللي كياخذ في القاعده من نتوما كتاكدوا من القوام ديالكم ديال الكيك. انا بالنسبه لهاد المول اللي كيتحل من الجانب، انا كان دائما كندير له في القاع ديالو هذيك الورقه ديال الزبده باش ما كيتسربش ليه الخليط، لانه هاد النوع ديال المولات كيكونوا كيسربوا الخليط. وغادي ندخل الكيكه ديالي الفران اللي سخنته من قبل كيف شفتوا في الاول على 170 درجه، اولا الفران الغازي كطيبوهم لتحت حتى كتدوز ديك 20 دقيقه عاد باش كتعلوها الفوق وتخليوها تطيب. فهاد الاثناء هادي غادي ندوز باش نوجد السيرو ديالي. فكندير حبه ديال المندرين، كنزيد عليها كاس الشاي ديال السكر سنيده وكذلك الشاي ديال الماء، وكنمزج المكونات كلها حتى كيتقال ليا الخليط وكنحتفظ به جانبا. بالنسبه للكيكه كنخرجها كيف كتشوفوا، كتكون هشيشه بزاف، يعني كتحاولوا معاها كنديرها فوق واحد لاغري حتى تبرد لي شويه على باش كنسقيها بالسيرو. بالنسبه للسقي ديال السيرو، فالكيكه تكون بارده السيرو يكون سخون، والعكس الا كانت السيرو السيرو بارد الكيكه تكون سخونه باش كتشرب لكم مزيان. يعني هذا المبدا ديروه مع البسبوسه وكذلك ديروه مع اي حاجه درتوها كتسقى، البقلاوه، يعني كل شيء نفس المبدا كيكون عندهم. وزينتها بجوز الهند من الفوق. الشكل النهائي ديال الكيك كيف كتشوفوا هو هذا، كيجي خفيف بزاف وكيجي اسفنجي، كيجي معلك، وانا اكيد الى جربته غادي يعجبكم بزاف، خصوصا انه كيجمع ما بين المبدا ديال البسبوسه في التعليكه وكذلك في الخفه ديال الكيك، يعني كيجي خفيف بزاف. وكنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم،
والسيدات اللي كيبغيو اقتراحات الكوتي تكون عجباتهم هاد الوصفه هادي اللي نستغلوا بها دابا الفاكهه ديال المندرين، خصوصا دابا موجوده بزاف. فجربت لكم بها كيكه وان شاء الله غادي ندخلها في العديد والعديد من الوصفات، خصوصا هاد الفاكهه هادي كتجي زوينه ودغيا كتخسر، فدابا غنستغلوها في الكيك غادي تجي احسن. ان شاء الله ننزل لكم وصفات عديده بها عما قريب بحول الله. وما تنساوش ديروا اعجاب لا فيديو، بارطاجيوها مع المعارف ديالكم مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك دعوهم باش يشاركوا معنا في القناه، الف مرحبا بهم. وكنشكر السيدات كلهم اللي كيبارطاجيو الوصفات ديالي في مواقع التواصل ومع العائلات ديالهم، فكنشكرهم شكر جزيل ليهم ولكل مشتركين الصراحه. وكنقول لكم الا كانت اول مشاهده لكم القناه ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد القناه ان شاء الله. والف مرحبا بكم في عائله القناه. ما نطولش عليكم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.